في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية عن إطلاق قافلة طبية داخل قرية الخليج بمركز المنصورة. وتضم القائمة التي تستمر لمدة يومين جميع التخصصات الطبية، بالإضافة لقيامها بصرف الأدوية وإجراء الفحص الطبي للحالة المزمنة وتحويلها للمستشفيات لاستكمال العلاج وإجراء العمليات الجراحية، وذلك بالمجان. احنا عندنا في قافلة علاجية بقرية الخليج مركز المنصورة، والقوافل دي بتبقى تابعة لمبادرة حياة كريمة اللي أطلقها السيد الرئيس لأهالينا اللي بيحتاجوا خدمة الأخصائي في جميع المحافظات وفي جميع المراكز. القافلة بتقوم بيبقى في حوالي من 10 ل 12 عيادة فيها جميع التخصصات، بعلاج مجاني، التذاكر مجاني، في قرارات على نفعة الدولة وعمليات بالمستشفيات نظام التحويل، وكل الإجراءات دي ما تتكلفش المريض عليها أي شيء.